بتعطلنا كتير يعني، كل ما نشارك في بطولة نبعد شوية عن ملف الدوري فننسى، وتحصل حاجات كتيرة جدا وتتغير نتائج وتتغير ترتيب فرق، ونشوف فرق مهددة بالهبوط يعني. شوف الإسماعيلي، أنا آخر مرة فاكر كنت متابع الدوري يعني وبتكلم فيه بالتفصيل، كان الإسماعيلي من الفرق اللي بتعاني. النهاردة الإسماعيلي ما شاء الله مع إيهاب جلال راجع، سيراميكا كليوباترا نازل، زمالك طالع، فيعني محتاجين عشان نلف في موضوع الدوري ده هناخد شوية وقت، لكن في جميع الأحوال مجبرين نفتح الملف مرة تانية. عندنا 4 ماتشات قبل ما نرجع نقفل الدوري ونفتح مرة تانية دوري الأبطال. هنتكلم على المرحلة اللي جاية بكل صعوباتها وبكل تحدياتها مع واحد من نجوم النادي الأهلي مشرفنا دايما في السادسة، كابتن أشرف ممدوح. مساء الخير كابتن أشرف. مساء الخير أحمد، سعيد بوجودي معاك، ومساء الخير على كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. أقول لك مبروك بداية بس الوصول لنهائي دوري الأبطال، في وصول تاني على التوالي، وده في حد ذاته بعتقد إنجاز يحاول النادي الاهلي. انجاز مش جديد عن النادي الاهلي، ودايما الحمد لله انا وانت متفائلين يعني، دايما بنطلع قبل المباريات الهامه دي والحمد لله دايما متفائلين، ودايما عندنا الامل، ودايما عندنا الثقه في رجال النادي الاهلي انه دايما المنظومه بتشتغل بشكل محترم وشكل محترف، وبالتالي الاستمرار على القمه ده محتاج مجهود كبير جدا جدا. ممكن تاخد بطوله، اي نادي في الدنيا ممكن يسعى انه ياخد بطوله وممكن يحققها، ولكن الاستمرار في تحقيق البطولات والاستمرار في الانجازات انك تفضل على القمه هي دي الاصعب الحقيقه. النادي الاهلي يعني عايز بس اشيد بالمنظومه احمد، وعايز اشيد باللاعبين وموسيماني، لانه هذا الجيل من اللاعبين يستحق الاحترام، يستحق الاحترام بشكل كبير، لانه هجم بشكل كبير جدا الفترات اللي فاتت. هذا الجيل يفتقد كتير جدا جدا عن الاجيال السابقه. لو اتكلمنا عن جيل مثلا العظيم، طبعا اجيال النادي الاهلي كلها عظيمه طبعاً، ولكن طبعاً خلينا في الاقرب للاجيال اللي موجوده دلوقتي اللي ممكن يعني تبقى فاكره جيل مستر مانويل جوزيه والمنظومه اللي كانت موجوده وتحقيق الانجازات الكبيره جدا جدا على مستوى المحلي وعلى مستوى افريقيا وعلى مستوى القاري كمان. هذا الجيل كان موجود عنده كل حاجه، كان موجود عنده جمهور، كان موجود عنده دعم اعلامي، دعم مادي، منظومه محترمه لمجلس اداره النادي الاهلي، ما كانش فيه كم الحرب الشرسه او الحروب الشرسه اللي موجوده من الانديه، يمكن باستثناء كان نادي الزمالك هو المنافس الوحيد. النهارده انت بتشوف انديه كتير منهم نادي ما كانش في كتابه بيراميدز مثلا ولا منشيات على السوشيال ميديا، ده صحيح. بيراميدز كمان بقى فيه ضخ اموال رهيبه جدا جدا لاسقاط المنافس كمان لتحقيق هو انجاز شخصي لبيراميدز، وده الحمد لله ما اتحققش على مستوى الـ هبوط النادي الاهلي او عدم منافسته على البطولات. وبالتالي هذا الجيل يستحق الاشاده لانه افتقد لجمهوره، افتقد ل المنظومه كمان الموجوده في النادي الاهلي في هذه الفتره ايام مستر مانويل جوزيه كانت مكتمله، كانت مكتمله بمعنى انه عندك في كل مكان 3-4 لاعبين او لاعبين 3 على الاقل على نفس المستوى، بتلعب في 4-5 بطولات وبتحقق البطوله في كل مرة. وبالتالي هذا الجيل يستحق بالفعل الإشادة، يستحق بالفعل أنه لسه مستمر في تحقيق الإنجازات للنادي الأهلي. وبالتالي مستر موسيماني كمان أعتقد أنه كم الضغوط اللي تعرض ليها في الفترات اللي فاتت في الحقيقة لو ما كانش موجود في مجلس إدارة بخدمة كابتن محمود خطيب طبعا، على مستوى الإداري كابتن سيد عبد الحفيظ، على المستوى الإعلامي الموجود في ظهر النادي الأهلي، أعتقد أن كان مستر موسيماني حصل له تشريط شويه في الذهن، ما كانش ركز بهذا الشكل. اعتقد انه هذا الجيل ومستر موسيماني ومجلس الاداره المنظومه المحترمه حقيقه يستحقوا الاشاده بشكل كامل. طيب خليني اكلمك كوره شويه. اتفضل. قبل ما نلعب مع الترجي في تونس في رادس، كنا من حيث النتائج كنا ماشيين كويس باستثناء ماتش ولا ماتشين في الدوري يعني عطلنا فيهم، لكن كنا من حيث النتائج ما فيش حاجه مشكله حصلت، لكن من حيث الاداء يمكن معظم الجماهير كانت راضيه قوي على الاداء اللي الكوره اللي بيلعبها الاهلي مع موسيماني. ده صحيح. في ماتش الترجي وحتى بما فيهم سان داونز، رغم انك انت على مستوى النتائج مع سان داونز حققت المطلوب، حققت المطلوب منك وتمام جدا، كسبت هنا 2 ورحت عملت نتيجه 1-1 مع، انا بشوف سان داونز افضل فرقه موجوده في واحد من افضل يعني المنافس الحقيقي كان للاهلي في البطوله. صحيح. وحققت النتيجه، ما كانش الاداء اللي هو تقدر انك تقول انت كسبت اداء ونتيجه، لكن مع الترجي هنا وهناك كنت واقف على رجليك وبتلعب كره حلوه واداء ممتع وسكور ولا اروع مع فرقه برضو
تايكون يعني، يعني ترجي مش ترجي من الفرق من اكبر الفرق الموجوده في افريقيا. مع معين الشعباني تقول لي مش عارف، لا ده الترجي على ملعبه فرادس مع 20,000 من جماهيره في أسوأ حالاته، فرقه من اتقل فرق افريقيا. صحيح. وماتش صعب جدا على اي فرقه تلعب انها تلعب. صحيح. ورغم كده قدمت كوره حلوه واداء كويس وكسبت كمان. ايه اللي حصل من وجهه نظر كابتن اشرف؟ هنتكلم في ثلاث نقط. النقطه الاولى انه النادي الاهلي خد راحه شويه لو فاكر من مباراة الدوري والضغوط الكبيره اللي كان موجود فيها النادي الاهلي. لو فاكر احنا لعبنا ست او سبع ثمان ماتشات تقريبا، كان على شهر خمسة تقريبا، قبل تسعة ماتشات او 10 ماتشات قبل الترجي. كان في ضغوط كبيره جدا جدا بدنيه وذهنيه وعصبيه على لاعبي النادي الاهلي، وبالتالي كان مضغوطين بشكل كبير جدا، كان في ارهاق على لاعبي النادي الاهلي. يمكن خدنا فتره راحه اعتقد اسبوع، اعتقد قبل مباراه الترجي اسبوع تقريبا، اسبوع. والمباراه الثانيه اخذنا فتره اطول، 48 ساعه. المباراه الترجي، مباراه العوده بتاعه الترجي 48 ساعه، وبالتالي كان في اسبوع او 8 ايام قبل المباراه دي قدر شويه النادي الاهلي ياخد مرحله الاستشفاء دي. دي نقطه حققت شويه المطلوب، انه تجمع شويه لعيبتك، تجمع شويه اللياقه البدنيه والذهنيه اللي موجوده عندهم. النقطه الثانيه هي ان كل ما بتزيد في المباريات او بتعلى بتعدي ليفل معين، بتعدي دور معين، الطموح بيعلى، الدوافع بتتغير اكتر، وبالتالي لاعبي النادي الاهلي انا شفتهم في مباراه الترجي اختلف الموضوع تماما في الثقه اللي كانت موجوده في تونس في مباراه الترجي هناك. ثقه كبيره جدا جدا قدر لاعبي النادي الاهلي ان هم يعملوا الاستحواذ اللي كنت بتكلم فيه معاك قبل المباراه المهمه دي، انك تقدر تستحوذ. لو فاكر احمد، كنا اتكلمنا قبل مباراه سان داونز وكنت متخوف جدا انا وانت كمان من الاستحواذ الكبير لسان داونز. فاكر النقطه دي، بتلعب كره على الارض ولاعيبتها كان عندهم استحواذ كبير جدا طبعا. جدا، وقدر مستر موسيماني يتعامل مع ده هناك في انه يقفل نص الملعب ويقفل وسط الملعب النادي الاهلي بعدد كبير من اللاعبين شويه، وكنا فضلنا ان كان يبقى موجود اكرم توفيق لو فاكر مع السوليه ومع ديانج وقتها. اعتقد حمدي فتحي اللي لعب المباراه دي. في المباراه الثانيه مستر موسيماني كمان ابتدت ثقته في لعيبته تكبر، ابتدى يتعرف عليهم وعلى امكانياتهم بشكل اكبر في الفتره الاخيره، وابتدى يعرف حجم المنافس بدراسته اكتر. اعتقد ان ده فرق كتير جدا جدا في مباراه الترجي تحديدا هناك وهنا، انه قدرت تتعرف على المنافس بشكل كبير، قدرت تعرف امكانيات لعيبتك بشكل اكبر، قدرت تاخد راحه اكبر في عدد الايام والاستشفاء للاعبين، قدرت كمان انك يبقى الدوافع اللي عندك تبقى اعلى واكبر كل ما بتقرب من البطوله، وده فرق كتير جدا جدا في طريقه اداء النادي الاهلي. ده هيتغير اكتر مع في الفترات اللي اعتقد لو فاكر برضو انا قلت هنا انه لو مستر موسيماني ابتدى الموسم اللي جاي بعد كل هذه الضغوط وكان عنده فتره يقدر يشتغل فيها مع النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي، هيكون عنده مساحه كبيره جدا جدا لتغيير طريقه اللعب وكمان اداء افضل من كده بكتير. وده ظهر في فتره قليله جدا جدا الفتره اللي فاتت، انه قدر يعدل شويه، قدر الاستحواذ يبقى موجود، قدرنا نشوف شكل وطريقه لعب النادي الاهلي سواء من العمق او من الاطراف. اعتقد انه كمان عوده معلول اكرم توفيق في الناحيه الثانيه ابتدت الامور، عوده اللاعبين بالتاكيد فرقت كتير جدا جدا طبعا. مع حمدي فتحي اعتقد الثلاثه دول تحديدا فرقوا كتير جدا جدا، وحمدي فتحي اعتقد الثلاثه فرقوا كتير جدا جدا في طريقه اللعب واداء النادي الاهلي في مباراه الترجي. وده الحقيقه يمكن كان مرتبط بسؤالي للي جاي كمان، لانه احنا راجعين لنفس مرحله الضغوط يعني الضغوط والاجهاد. صحيح. يعني وده تخوفي، كنت بتكلم في الحلقه ان انا متخوف جدا، عندي اربع ماتشات قبل كايزر تشيفز، هيبقى في 11 يوم تقريبا هيبقى في عندي تخوف لا قدر الله، نتمنى انه ما يحصلش اي اصابات، خصوصا طبعا لسه كنا بنتكلم على كابتن وليد سليمان طبعا. يعني الف سلامه، واحد من اللاعبين الحقيقه المحترمين جدا والمخلصين جدا والموهوبين جدا. اتمنى له الشفاء الحقيقه، لان وليد من الناس اللي يعني يعني سجل تاريخ كبير جدا جدا مع النادي الاهلي. طبعا طبعا. ويمكن احساسك انه الجماهير زعلانه، يعني هو طبعا ان شاء الله بسيطه وشهر ويرجع مره ثانيه، لكن الناس حاسه انه الشهر ده كان قد ايه مهم وليد يبقى موجود فيه. صحيح. وده في حد ذاته بياكد على انه وليد ليه مكانه قيمه كبيره جدا جدا الحقيقه في قلوب الجماهير. لكن النقطه الثانيه فكره انه الاجهاد والاصابات، وانت بتفكر في المرحله اللي جايه، وبالتاكيد الجهاز الفني في دماغه برضو انه يوصل لماتش كايزر تشيفز في يعني مرحله او حاله جاهزيه، اكبر مجموعه جاهزه للمباراه، تلعب الماتشات اللي جايه دي الاربع ماتشات دول
بأداء تجاري تشغل فكرة التدوير، ولا تبني على اللي شفناه في ماتش الترجي أو في مواجهة الترجي ذهابا وعودة، وتبتدي تركز في الأداء وفي الجمل وفي الشكل مع طبعا حسم نتيجة المباراة لصالحك؟ طيب خليني أقول لك أن من أهم مميزات الفترة اللي فاتت في الضغوط الكبيرة جدا في المباريات وضغط المباريات المتوالية على النادي الأهلي، هي أنه النادي الأهلي استفاد بجاهزية أكبر عدد من اللاعبين. احنا شفنا أكرم توفيق كان بعيد جدا جدا، ابتدى يدخل ويشارك بشكل أساسي. حمدي فتحي كان بعيد وابتدى يرجع ويشارك بشكل أساسي. ربيعة ومعلول ابتدى يشاركوا بشكل أساسي. سعد سمير كان قرب في فترة ولكن كهربا موجود دلوقتي. حسين انت عندك بدائل كتير جدا كانت بعيدة الحقيقة عن صلاح محسن. يعني ابتدى يبقى عندك مجموعة كبيرة من اللاعبين كانت بعيدة جدا عن الصورة، النهارده ابتدت تبقى جاهزة. يحسب لموسيماني بتهيألي كابتن. طبعا يحسب لموسيماني بشكل كبير جدا، يعني تقريبا اعتقد انه ده يحسب لمستر موسيماني فقط، انه التعامل مع اللاعبين بشكل نفسي الاول بيفرق كتير جدا في عودة اللاعب لمستواه، والتعامل مع اللاعبين انه ازاي يقتنع انه ممكن يشارك في جزء من المباراة حتى لو صغير. النهاردة كهربا كنا بنتكلم على أنه بتحصل دايما مشاكل في أنه بيشارك أو لا، عدم مشاركته كانت بتعمل أزمة شوية، ودي يعني موجودة عند معظم اللاعبين أحمد، أنه أنا عايز أشارك بشكل أساسي أو على الأقل أبقى موجود يعني في الصورة بشكل كبير. النهاردة كهربا موجود ومقتنع وبيؤدي في تدريباته بشكل كبير جدا عشان يقدر يعود مرة تانية، حتى لو هيشارك 10 دقايق 7 دقايق هتفرق كتير. أنت اتكلمنا في حتة دي كابتن أشرف، طبعا الموضوع ده فيه اللاعب مش بإيد حد تاني. صحيح. يعني مع كامل احترامي لقناعات المدرب أو لطريقة لعبه أو للأوراق الرابحة أو الناس اللعيبة اللي ممكن تكون مثبتة نفسها كمان مكان أساسي، لكن مفيش حد يقدر يفرض عليه ده ويجبره على ده غير اللاعب نفسه. ده صحيح، ده صحيح، انا مقتنع بكلامك 100%، بس بتفرق في طريقه التعامل من المدير الفني. يعني في مدير فني يقدر يحطك في الصوره، يقدر يحطك في انك دايما موجود وممكن يحتاج لك في اي وقت، وفي مدير فني يهمل ده وبالتالي في بيبعد اللاعب بشكل كبير جدا، ولكن طبعا العامل الاساسي والرئيسي هو اللاعب. صح، يعني انا بشوف انه الاهمال ده دافع ممكن زيادة. يبقى دوافع زياده او ممكن يدي العكس، يعني لو انت واثق في امكانياتك. صحيح. لو انت لعيب مدرك تماما لاهميتك وبالتالي في اي فرقه كبيره مش بس النادي الاهلي، وبالتاكيد كل لعيب لابس تيشيرت النادي الاهلي عنده الدوافع دي طبعا. لا بتأكيد. مش بس عنده الامكانيات. صحيح. اللي تاهله انه يلبس تيشيرت النادي الاهلي طبعًا. فبالتالي ثقتك في نفسك ورغبتك في انك انت تثبت العكس حتى ولو في ديه لتهميشك او لابعادك، مش بكلمك كهربا، بتكلم على اي لعيب، اي لعيب، ومش بكلم على الجيل ده، بتكلم كمان على الاجيال اللي جايه. هي قرار الوحيد اللي تملكه انت عشان تتحرك فيه. اتكلم معاك على ماتش بيراميدز شويه. بيراميدز على مستوى افريقيا للأسف خرج من بطولة الكونفدرالية في النسخة الثانية على التوالي، ودي كانت يمكن الأمل الأكبر بالنسبة له. صحيح. أن يحقق بطولة. على مستوى الدوري في تراجع كبير جدا في المستويات، على مستوى الجهاز الفني في كلام عن تغيير في الجهاز الفني. لا، كل دي حصل بالفعل تغيير خالص. كل دي مقدمات لمباراة الخميس اللي جاي، هل تأثر ولا ما تأثرش؟ هسمع ردك بس بعد الفاصل. الكلام على الاهلي وبيراميدز، مباراه منتظره زي ما اتفقنا انها جماهيريه بصرف النظر عن الارقام والترتيب وحسابات النقاط، مباراه جماهيريه لاعتبارات كتيره جدا. مقدماتها بتقول انه لاعيبه النادي الاهلي في اخر عروضهم كانوا في افضل حالاتهم معنويا وفنيا واكثر جاهزيه، وصولهم كمان اعتقد لماتش النهائي في دوري الابطال يزود من حاله الحاله المعنويه المرتفعه للاعيبه النادي الاهلي، على العكس تماما بيراميدز اداء ونتيجه سواء في الكونفدراليه الافريقيه او في الدوري المحلي حاله تراجع بشكل كبير. طبعا تاكيس جونياس او جونياس تاكيس تولى المسؤوليه الفنيه خلفا لادولفو رودولفو اروا بارينا الارجنتيني، واعتقد ان هو اللي هيقود كابتن اشرف المباراه امام النادي الاهلي. المقدمات دي مرتبطه بشكل المباراه وتوقعك لمستوى الاداء في المباراه من الجانبين، ولا مباراة برضو خارج التوقعات أو يعني خارج الحسابات المنطقية؟ الحقيقة يعني مقدمات كتيرة جدا، يعني خسارة السيمي فاينال في كونفدرالية، تغيير الجهاز الفني، أعتقد تغييرات كتيرة جدا وصعبة جدا قبل مباراة مهمة أمام النادي الأهلي. بتأثر على اللعيبة كابتن؟ بتأثر بالتأكيد، بتأثر سلبا بشكل كبير جدا، بالإضافة أنه بيراميدز من الفرق الغريبة جدا في الدوري، يعني بتمتلك إمكانيات كبيرة جدا سواء على المستوى المادي أو مستوى الخامات اللي موجودة، مستوى اللاعبين الموجودين، يعني أعتقد هم من أفضل الفرق في الدوري اللي عندهم مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين سواء الأساسيين أو على دكة البدلاء، ولكن
يعني مش عارف الحقيقه المستوى المتدني للنتائج لبيراميدز بيعود لايه. يعني لا مش عارف، انا الحقيقه مش قادر، مين اللي هيعرف يعني الحقيقه مش قادر اوصل انه هل دوافع، لانه الامكانيات الموجوده، امكانيات اللاعبين الموجودين، انا بتكلم انهم افضل اللاعبين الموجودين في مصر، المجموعه اللي موجوده في بيراميدز، ولكن هل يفتقدوا للجماعيه؟ هل يفتقدوا للدوافع والطموح؟ هل يفتقدوا لمدير فني يقدر يجمع كل ده؟ الحقيقه مستوى صعب جدا. انا بختار بين القوسين، يفتقدوا للطموح بصراحه. الطموح يعني لو انت بتخيرني يعني خلينا نروح للطموح، لانه انا اعتقد انه الموضوع مش مادي بس، عشان كده بنقول ان كره القدم مش بس بتعتمد على انه يبقى، لانه البيراميدز اعتقد انه اللائحه الماديه عندهم كبيره جدا، وانه حتى على مستوى المكافئات كبيره جدا، مستوى العقود كبيره جدا، من اعلى الفئات اللي موجوده هي بيراميدز. ولكن الطموح، بتكلم على الطموح، بتكلم على انه المنظومه لابد ان تكتمل. يعني احنا بنتكلم ليه النادي الاهلي على القمه؟ انت سمعت يا كابتن اشرف يعني على مدار خلينا نقول الموسم ده، سمعت اي انتقادات او سهام نقد بتوجه لبيراميدز او لاداره بيراميدز او لصفقات بيراميدز، او سمعت حاجه كده؟ لا الحقيقه ما مش انا يعني مستغرب جدا الحقيقه، مفيش ضغوط عليهم تماما، مفيش ضغط حتى جماهيري، يعني مفيش جمهور لبيراميدز عشان تقدر تقول. بصرف النظر عن الضغط الجماهيري يعني بصرف النظر عن الضغط الجماهيري، انا بتكلم على الاقل الاعلام الرياضي يعني اللي طول النهار مفتوحه المساحات لانتقاد وتجاوز الخطوط الحمراء في حق مستر موسيماني. صحيح الحقيقه صحيح، بشكل وده اللي خلانا نشيد بيه في البدايه، انه الحقيقه تحمل كتير جدا الرجل. الحقيقه لم يخفق في اي مسؤوليه تحملها، وفي اي صحيح مرحله من مراحل تحمله مسؤوليه النادي الاهلي من دي 1، من اول يوم ما جه النادي لغايه النهارده، ورغم كده يعني انتقادات رهيبه، كم من الانتقادات وبين قوسين التجاوزات في بعض الاوقات الغير مقبوله ولا المفهومه على الاطلاق، لدرجه انك لما بتروح طب يا جماعه فين الانتقاد اللي ممكن توجهه لمستر موسيماني؟ يقول لك هو محظوظ. يعني ايه يعني ايه محظوظ؟ انت محتاج لمدير فني او في كره القدم محتاج دايما ان يبقى عندك توفيق، والا مش هتقدر تحقق النتائج الكبيره دي. صحيح التوفيق مطلوب، ولكن التوفيق ده بيعقب او بيجي نتيجه مجهود كبير جدا جدا بتبذله عشان تقدر توصل في النهايه لكم البطولات اللي حققها موسيماني مع النادي الاهلي. لو افهم انه الحظ ممكن يخدمك مره وممكن يخدمك مرتين، صحيح صحيح، ممكن يخدمك في بطوله ويخيب ظنك في بطوله ثانيه، لكن كل البطولات اللي بتدخلها بتكسبها او بتبقى على يعني الحاجه، البطوله الوحيده اللي دخلناها وما كسبناهاش يعني كاس العالم للانديه، وخدنا فيها مركز ثالث برونزيه. صحيح. انجاز حققت انجاز، يعني انجاز مشابه للجيل اللي حضرتك بتقول صحيح عليه، توفرت له كل الامكانيات وكانت وراه الجماهير مسنده في كل لحظه بيلعب فيها، وده حاجه مش ما تمتعش بيها موجوده صحيح دلوقتي. فالحقيقه بتبقى علامه استفهام بالنسبه لي. ماتش كوره، لو اتكلمنا كوره، متوقع انه مش بس بيراميدز الحقيقه، انا بتكلم على الاربع ماتشات، متوقع من الاهلي ومستر موسيماني التفكير والاداء بشكل تجاري؟ يعني اديني الثلاثه بونت وما تكلمنيش عن الاداء والفنيات بشكل كبير. بشكل كبير اعتقد ان مستر موسيماني هيلعب بهذه الطريقه، لانه عمليه التدوير بالتاكيد هتبقى موجوده الفتره اللي جايه، زي ما قلنا انه في مجموعه كبيره جدا من اللاعبين ابتدت تجهز الفترات اللي فاتت، وبالتالي انت محتاج تشارك مجموعه كبيره من اللاعبين. يعني اعتقد انه في تغييرات كتير هتحصل في المباريات اللي جايه، فرصه كبيره جدا. عندك اربع مباريات، واربع مباريات مش سهله، يعني بتكلم على بيراميدز، على سموحه، على المقاولين والمقاصه، وبعدين المقاصه، اربع فرق من اربع فرق يعني احنا بنشوف كل الفرق اثناء المباريات بتادي بشكل، وامام النادي الاهلي بتادي بشكل مختلف. ولكن على فكره الموضوع ده بيستفز الجمهور جدا، بس لازم نعذر برضو يعني كل لاعب محتاج انه يظهر امام النادي الاهلي. كل لاعب قدام الاهلي عارف انه في 70 80 صحيح مليون قاعدين بيتفرجوا عليه، فعايز يقدم نفسه ويقدم ده صحيح امكانياته. ده صحيح. غير لما يلعب اي حد. ضغط المباريات دي في 11 يوم او 12 يوم كتير في ظل فتره اعتقد النادي الاهلي مرهق بشكل كبير الفتره اللي فاتت، ولكن عمليه التدوير وعمليه جاهزيه معظم اللاعبين الفتره اللي فاتت اعتقد هتفرق كتير جدا جدا في المشاركات في المباريات اللي جايه، خاصه انه كمان مستر موسيماني محتاج يحسم اموره بشكل كبير جدا الفتره اللي جايه في مشاركات بعض اللاعبين اللي ممكن يكون خلاص يعني بيضع الخطوط النهائيه، او يعني خلاص هيحسم صفقات الموسم الجديد، وبيحسم كمان مين الفتره اللي جايه ممكن يكمل مع النادي الاهلي او لا. صحيح هتبقى في ضغوط على بعض اللاعبين اللي ما بيشاركوش الفتره اللي فاتت،
لاثبات ذاتهم في المباريات اللي جايه، واعتقد ان بشكل كبير ان مستر موسيماني هيفكر بهذا الشكل، وده الطريق الصحيح على فكره احمد، انك صحيح. تدي فرصه كبيره للاربع ماتشات اللي جايين دول او لنهايه الموسم لمعظم اللاعبين عشان تقدر تحسم كل واحد يقدر يثبت وجوده وتقدر تبقى موجود مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه او لا. فرصه مهمه جدا الحقيقه لمستر موسيماني، وفرصه كبيره جدا للاعبين لاثبات ذاتهم في المباريات اللي جايه. النادي الاهلي بيسعى لهذه البطوله. عايز اقول انه بعض الناس او بعض الجماهير بتقول انه المباريات اللي جايه ممكن تكون، او مستر موسيماني ما بيفكرش بشكل كبير في الدوري. لا، النادي الاهلي كل بطوله خاصه بطوله الدوري من اهم البطولات اللي بيلعب عليها النادي الاهلي. تمام. وبالتالي مجلس اداره النادي الاهلي يعني بيحسم هذا الموضوع مستر موسيماني انه لابد انه يحصل على هذه البطوله ان شاء الله. طيب طبعا اللقطات اللي حضراتكم شايفينها على الهواء دي كابتن للجنه الكره كلها تقريبا كابتن زكريا ناصر كابتن محسن صالح ده طبعا لقطات بس مباشر ده على الهواء مباشره من داخل ملعب المختار تيتش في نادي الاهلي. هي جوله كده تفقديه حضراتكم عارفين، زي ما كنت بكلم مع زميلي شريف شعبان اللي نقل لنا تفاصيل او يعني معالم تمرينه النادي الاهلي النهارده، وكان بيكلمنا على انه في حاجات بتحصل في ملعب التتش، تطوير منظومه الاضاءه في الملعب، اعتقد كمان في تطوير للمدرجات وتطوير ان يكون في باركنج للاعبين وتطوير لارضيه الملعب طبعا. يعني خليني بس اقول حاجه في حق هذا الرجل كابتن محمود خطيب. يعني الحقيقه يعني رغم الالام اللي بيشعر بيها ورغم التعب الشديد اللي بيشعر بيه كابتن خطيب، ولكن يعني وجوده في كل مباراه للنادي الاهلي النهارده في هذه السفريات الصعبه جدا في افريقيا او لتونس او هنا، اعتقد انه بيدي دوافع كبيره جدا للاعبين، وبيدي احساس كبير جدا للاعبين انه انا النهارده لازم افوز. مفيش في كره القدم كده، ولكن الاصرار والدوافع اللي عندك جوه طول ما انت بداخلك، يعني طول ما انت شايف واحد من رموز الكره الافريقيه هو رئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب، ورغم كل التعب اللي هو موجود فيه النهارده موجود معانا في كل مكان وفي كل لحظه سواء في التدريبات او في المباريات، اعتقد ان ده بيدي دوافع كبيره جدا وبيجدد الدوافع لدى اللاعبين، وقربه منهم بشكل كبير جدا بيفرق كتير جدا يا احمد. انا بشكره جدا الحقيقه، وبتمنى انه يعني انه يكون بيشعر دلوقتي شويه يعني بطعم الفوز وبطعم النصر، لانه ظلم كتير جدا الفترات اللي فاتت واتهم بشكل كبير جدا من كل من ناس كتيره جدا. الحقيقه اتمنى النهارده ان كابتن خطيب يكون سعيد من داخليا على الاقل بهذا النصر وهذا الفوز على مستوى الفني ومستوى تحقيق الانتصارات للنادي الاهلي، وكمان على مستوى المعنوي اللي بيشوفه النهارده من كل جماهير مصر. كابتن خطيب من قد ايه يا كابتن عاشور؟ كابتن خطيب يمكن 30 سنه اعتقد دلوقتي، اكثر من 30 سنه يمكن. وما زال انا عايز اقول لك الجيل الجديد اللي ما شافش الخطيب في الملعب يدرك تماما قيمه. انا مش بكلمك على يعني طبعا كل رؤساء النادي الاهلي على مدار التاريخ اللي انا شفتهم او اللي انا يعني عرفتهم وعرفت مدى تاثيرهم ومدى بصمتهم على النادي الاهلي زي صالح سليم، حسن حمدي، باشمهندس محمود طاهر، وكابتن محمود الخطيب، بالتاكيد ليهم دور. لكن دور اللاعب الاسطوره محمود الخطيب مع فرقه الكوره في النادي الاهلي، الكابتن خطيب على فكره موجود مع كل الفرق. صحيح. احنا دايما هنا في القناه بنتابعه وبنشوفه في كل اللعبات الاخرى، مع مع فولي، مع باسكت. صحيح. رجال سيدات حاضر دايما. صحيح. لكن سيبك بقى من دوره كرئيس للنادي الاهلي، دور محمود الخطيب انا عارف يعني ايه احساس لعيب الكوره وكابتن محمود الخطيب واقف بيكلمه قبل مباراه مهمه، وانه ده قد ايه حافز ودافع كبير جدا ليه للاجاده وانه يحقق المطلوب. طبعا حجم وقيمه كابتن محمود خطيب بتفرق كتير جدا مع اي لاعب في الدوافع وفي ازاي انه يبقى موجود بشكل يليق باسم النادي الاهلي وانه موجود امام النادي الاهلي. انا لو مصاب وكابتن خطيب طلب مني انزل هنزل الملعب. عايز اقول لك ان ده بيفرق كتير جدا، ورجعتني يمكن اكتر من 30 يمكن 25 سنه ولا حاجه، وانا لسه ببتدي في النادي الاهلي، اول مباراه ليا في اول معسكر مع النادي الاهلي كابتن محمود خطيب كان لسه يا دوب معتزل، وكان يعني خلاص يعني يا دوب بيعتزل كرة القدم في النادي الأهلي، وكانت أول زيارة لي كنت أنا وهشام حنفي في غرفة واحدة. وأعتقد إنه يعني وجوده على الباب، بس على باب الغرفة عندنا، وإنه بيدخل لنا وبيقول لنا شد حيلكم وإنه دي أول مباراة وتبقوا موجودين إزاي في النادي الأهلي، وقيمة النادي الأهلي موجودة في اسم كابتن محمود الخطيب، اعتقد ان ده بيفرق كتير جدا، فرق معانا بشكل كبير جدا نفسيا ومعنويا وقتها. وده اعتقد انه
السمه اللي موجوده دلوقتي في فريق كره القدم في النادي الاهلي وكل صحيح. اللعبات الاخرى. انا لو يعني بكلمك كجمهور واحد من جماهير النادي الاهلي، انا حبيت كتير قوي من نجوم الاهلي وعشقت صحيح. كتير من جماهير من نجوم النادي الاهلي وزعلت على ان هم في لحظه من اللحظات كان لازم يسيبونا، لكن ما زعلتش ابدا وما تاثرتش ابدا وما كانش في حزن حقيقي جوايا زي اليوم اللي قرر فيه كابتن خطيب ان هو طبعا يسيب الملعب. يعني مسيره طويله جدا طبعا، مسيره طويله جدا يعني وعظيمه جدا، والحقيقه كلنا بنفتخر بكابتن محمود خطيب. اعتقد انه يعني حب الناس لكره القدم اعتقد من 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 طبعًا. من واحد من علامات كره القدم كابتن كبير محمود خطيب. يعني من قاعده عريضه من جماهير النادي الاهلي صحيح. كان سبب فيها كابتن خطيب صحيح. واجيال واسماء كتيره، ولكن طبعًا. كابتن محمود خطيب يعني بالمهارات الكبيره جدا والاهداف العظيمه. انت النهارده لما بتفرق كتير بتفتح عينك على كوره، يعني الشباب النهارده اللي عنده 7 و8 سنين بيبتدي يفهم يعني ايه كوره ويحب كوره ويلعب كوره ويشوف نادي زي النادي الاهلي بيوصل بطوله كاس عالم وياخد ويلعب مع بايرن ميونخ ويكسب بالميراس ويبقى بطل افريقيا ويوصل لتاني طبيعي جدا، وده بيزود القاعده صحيح. الجماهيريه اللي طالعه ليك صحيح. ده اضافه للقاعده العظيمه بتاعه النادي ده صحيح. ده صحيح يعني ربنا طبعا يديله الصحه ويبارك في عمره كابتن محمود الخطيب مجلس اداره بالكامل وهذه المنظومه المحترمه اللي مستمر احمد، لان ده مهم جدا الحقيقه ان الناس تعرف ان الاستمرار على القمه محتاج مجهود كبير جدا جدا جدا، اهم من انك تاخد بطوله وتبعد. الاستمرار ده محتاج مجهود كبير جدا والعمل والشغل بجد واجتهاد طول الوقت. اتمنى ان شاء الله انه يعني التوفيق الفتره اللي جايه ان شاء الله النادي الاهلي في المباراه اللي جايه، مباراه صعبه كمان مباراه بيراميدز، هرجع لك تاني لانه مجموعه اللاعبين الموجودين صحيح في انشغال بسبب الظروف اللي موجوده، ولكن مجموعه اللاعبين الموجودين في بيراميدز الحقيقه جيدين جدا والنادي الاهلي هيبذل مجهود كبير جدا جدا ان شاء الله عشان نتخطى هذه المباريات. كل التوفيق ان شاء الله النادي الاهلي المباراه اللي جايه باذن الله. نقلت معاك سريعا لكايزر تشيفز، شايف الفرقه دي ازاي وصولها بالنسبه لك نهائي البطوله؟ يعني كانت كل الناس على فكره انا قلت انه كايزر تشيفز هيكسب الوداد على عكس كل توقعات الناس اللي شايفه انه الوداد كان توقع غريب ده، يعني في كره القدم يعني صعب جدا التوقعات، ولكن توقعك ده من اغرب التوقعات. هو مش توقع بس خصوصا كمان انه الفريق على مستوى النتائج، بس ناس كتير جدا كانت بتشكك في امكانيات الفرقه دي، وانا شايفها فرقه كويسه الحقيقه، لعبت ماتشين في منتهى السوء متفق معاك صحيح. تماما وكانتش تستحق التاهل على الاطلاق، بس انا بشوف كايزر تشيفز من الفرق اللي بتلعب كره حلوه. يمكن في تراجع في المستوى في الفتره الاخيره، لكن كان املي كمان انه انا ما كنتش عايز العب مع الوداد على ملعبه في مباراه النهائي، يعني وجود الماتش بتاع النهائي في المغرب خلاني مش حابب اقابل الوداد. طبعا بيفرق فرقه ثانيه، اقابل فرقه ثانيه او العب مع الوداد في اي ملعب ثاني ما عنديش مشكله، لكن ما العبش الوداد. يعني اتفق معاك طبعا، دي بتسهل الامور يعني يعني النادي الاهلي طبعا يعني يواجه اي فريق في اي مكان، ولكن بتسهل الامور كتير انك بتلعب مع فريق مش على ارضه مش وسط جمهوره بالزبط. الدوافع والحافز عندهم بيبقى اكبر بالتاكيد، ولكن كايزر تشيفز من الفرق الغريبه، من الفرق الاب اند داونز، يعني مفيش توازن او بالانس في ادائهم. مباراه تلاقيهم عالي قوي عالي جدا، مباراه تلاقيهم 4-0 يرجع يخسر منهم 3-0 يعني دي الفرق اللي ممكن بتلعب بشكل عشوائي شويه، ودي تقلق أوكي. يعني الفرق من الفرق اللي تقلق فعلا، انه حتى تصريحات مستر موسيميني انه كايزر تشيفز من الفرق الغريبه شويه، واللي بيتكلم على ده فعلا ما تعرفش تقراها ما تعرفش تقراها بشكل جيد وما تتوقعش ممكن ادائهم، يعني ده متوقف على طريقه ادائهم في المباراه دي النهارده ممكن تبقى حالتهم عامله ازاي، وده يقلق جدا ويخوف جدا، لان ممكن تكون حالتهم من افضل الحالات وممكن تبقى حالتهم بعيده جدا. ده محتاج انك تبقى جاهز بشكل كبير. بس سريعا جدا كابتن اشرف، الاربع ماتشات اللي هيسبقوا ماتش النهائي ماتش كايزر تشيفز فرصة يجب استغلالها صحيح. لمين من وجهة نظرك من الأسماء؟ شايف انه والتر بواليا لابد ان يكون موجود بشكل كبير ويحاول بشكل كبير، كهربا لازم يدخل بشكل كبير جدا ويحاول يثبت وجوده الفترات اللي جاية. اعتقد دول اكتر اتنين ممكن يكون عليهم الكلام، يعني اعتقد مروان بشكل كبير الامور يعني حسمت، ولكن يعني اتمنى انه يعني يظهر بشكل او باخر الفتره اللي جايه، ولكن الاتنين دول تحديدا انا شايف ان هم يستحقوا الفرصه ويستحقوا ان يبقوا موجودين الفتره الجايه لو اثبتوا عكس ما هو موجود دلوقتي. ومحدش عارف، محدش عارف الظروف ممكن تاخدنا صحيح لفين صحيح، لانه ممكن جدا تشكيله النادي الاهلي تفرض عليك في مواجهه كايزر تشيفز انك انت تعتمد على اسماء طبعا، وممكن جدا المباراه دي تحديدا
تكون مرتبطه نقلة مختلفة كبيرة جدا. صحيح. حدش صحيح. عارف ممكن يحصل ايه. صحيح. نورت وشرفت، مبروك. شكرا جدا. وان شاء الله المبروك الاكبر إن شاء الله. نقولها ليك كابتن اشرف بعد ان شاء الله باذن الله ما نتوج بالبطوله العشرة ان شاء الله. العشرة بشكرك جدا احمد واتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الفتره الجايه. انجلترا كسبان المانيا 1-0. توقعت ان انجلترا تبقى موجوده ومتوقع كمان لسه بقول لك ان ايطاليا ممكن تبقى موجوده في النهائي كمان. ايطاليا نسخه مختلفه مع مانشيني صحيح، وبتقدم كره مختلفه حتى عن الكره تعودنا عليها من ايطاليا. صحيح. اتمنى انك تستمتع باللي جاي من اليورو وتستمتع اكتر ان شاء الله في نهائي افريقيا. بشكر حضراتكم على المتابعه. بكره يوم العالمي نتكلم فيه بقى ونفرد مساحات اكتر لمفاجات اليورو وخروج الكبار هولندا البرتغال فرنسا وغالبا كمان المانيا هتحصلهم. اشوفكم بكره في نفس الميعاد حلقه جديده والسادسه. تحياتي لكل جماهير النادي الاهلي.